السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، والذي سنتحدث فيه عن طريقة إرسال ملف سيسيكام لجهاز إنيجما 2 بالتحديد صورة OpenFlay 4 ولتشغيله عبر محاكي إنكام الذي سنستخدمه في الشرح. إرسال الملف في هذه النوعية من الأجهزة لا يتم عبر مفتاح USB أو عبر السيرفر كما في اشتراكات جيشير، بل عبر أسلوب مدرسة دريم بوكس، وبالتحديد بإرسال ملف من جهاز كمبيوتر عبر برنامج FTP. سنحتاج في البداية للتعرف على الـ IP address الخاص بالريسيفر، ومن ثم سنحتاج لمعرفة المسار الذي يجب علينا تنصيب الملف فيه، وفي هذه الحالة 192.168.122. أما بالنسبة للمسار فيكفي الضغط على الزر الأزرق مرتين حتى يظهر المسار، والذي هو var case. اخترت برنامج FileZilla كبرنامج FTP. أقوم بوضع الـ IP الذي حصلت عليه وأضع اسم المستخدم root، ثم أترك الباسورد فارغا. بعد الذهاب لمسار ملفات المحاكيات var case، أقوم بسحب ملف إنكام سيرفر للكمبيوتر، وأقوم بإدخال المعطيات الخاصة بالاشتراك. ثم أعيده من جديد مع التأكد من أن الصلاحيات الموجودة في الملف تأخذ القيمة 755. وكإضافة يمكن كذلك بإدخال الاشتراك عبر المتصفح بوضع الـ IP receiver ووضع البورت 8181. لم يتبقى سوى التجربة، نضغط على الزر الأزرق ثم الأخضر لتفعيل المحاكي.